هل النادي الاهلي عرض على حضرتك ميكسوني ان يكون موجود لا ما حصلش ابدا. بص عايز اقول لك برضه نقطه مهمه. طبعا انا علاقتي طيبه جدا بالاهلي وعلاقتي طيبه جدا بالزمالك، ولسه الاستاذ المستشار مرتضى كلمني وبتاع ويعني وقعد يهزر بطريقته بقى زي ما انت فاهم الى اخره، لكن عمر الاهلي ما عرض عليا لاعب وعمر الزمالك ما عرض عليا لاعب. حلو قوي. احنا لو عايزين خلينا نمشي واحده واحده، المكالمه كان الغرض منها ايه بقى؟ بيهزر وبيضحك معايا. ما هو بس كده يعني ما طلبش لعيبه؟ ما اتفضل. بص لا بص، مرتضى منصور ده مربوط لي بعلاقه وقعد معايا 5 سنين في مجلس النواب، كان يدور عليه ويجي يقعد جنبي واخر رطب اخر زوج. لا هو بقى شطحاته بقى، ما اعرفش بيعمل كده ليه، لكن ايه بيكلمني انا طبعا بتكلم معاه وانا ما بحبش طغينه لاي حد. فالمهم بس فان انا بحكي. طيب زياد طارق، زياد طارق هيلعب موجود معانا موجود عادي ما فيش اي مشكله يعني؟ لا 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 لا، وانا اتكلمت معاه ورفعت من روحه المعنويه وقلت له انت من احسن اللعيبه المهاريه في مصر واخد بسيادتك، وانت راجل ممتاز وانت هتلعب وهتلعب وان شاء الله. طبعا انا ما بتدخلش في كلام الكابتن احمد سامي، بس اكيد هو لاعب مهاري من الطراز الاول، فالكابتن هنشوفه في الملعب مع الكابتن احمد سامي اكيد. إعارة محمد مغربي بنية البيع ولا لسه؟ لا 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 لا، إعارة بس. إعارة بس؟ اه يعني ما فيش نية. لا لا لا، ده محمد المغربي. طيب لسه الاهلي مشتريه. ايوه ما انا عشان كده بس عمره ما هيشتريه واحد وبعد 3 اسابيع ولا 4 اسابيع هيبيعه. لا طيب، لكن انا بتكلم كمان على هل الفتره اللي جايه ممكن يكون في تعاقدات جديده قبل قفل باب؟ اكيد يعني أكيد. كم لاعب ممكن سموحه بي ممكن يعني يتعاقد؟ بس يعني احنا يعني بنختار كده يعني احنا بنصرف اقل ما يمكن وبنحاول يعني نقلل نسبه المخاطره، يعني احنا نجيب ناس عارفين ان هم هيضيفوا لسموحه ويكونوا اساسيين في الملعب. احنا محتاجين في 5 مراكز، ده الكلام اللي قاله الكابتن احمد سامي. فاحنا ان شاء الله عندنا جبنا حسام حسن، جبنا زياد طارق، جبنا محمد المغربي، ففاضل لنا 2 او 3 بس. رحيل كلاتنبرج من وجهه نظر حضرتك هل هيؤثر على اداء التحكيم ولا مش هيؤثر خالص؟ والله بص عايز اقول لك حاجه، هو كلاتنبرج ده كان اضافه كبيره جدا لان هو جاب لنا احسن حكام جم حكموا مباريات في مصر دي، مش عايزه كلام. ثانيا ان هو كان بيحاسب الحكام وبيتكلم الحكام وكان بيوجه المخطئ وكان بيصدر قرارات وكان ماشي. انا طبعا الوم عليه عدم تفرغه لاتحاد كره القدم، ما اعرفش التعاقد بتاعه كان ايه، لكن هو قيمه كبيره قوي من احسن الحكام اللي حكموا في الدوري الانجليزي طبعا، ومن احسن الحكام العالميين، وهو من احسن الخبراء لطوار التحكيم على مستوى العالم، فهو كان اختياره ممتاز جدا. لكن انا شايف ان هو خساره كبيره قوي ان اتحاد الكره ساب كلاتنبرج، بس في نفس الوقت كنت اتمنى ان كلاتنبرج يتفرغ تماما لمصر، كان اكيد هيضيف لنا اضافه كبيره قوي في التحكيم. المهندس فرج عامر، اولا بشكرك على تعيين مؤمن زكريا للمره الثانيه ضمن الجهاز المعاون لسموحه بقياده احمد سامي، وبشكرك طبعا على المداخله، بنحاول طبعا نجيب